مصر بلد المواهب ومليانه حريفه كوره، في منهم حالفهم الحظ واصبحوا دلوقتي نجوم، وفي نجوم كتير محتاجين نفس الفرصه وضوء الاكتشاف. النهارده لما يحس الناشئ ان في حد بيرعاه متبنيه من صغره وياخده من مكان لمكان، ده اكيد بياخده من حته الاعلى الاعلى لحد يوصل النجوميه. في نجوم كتيره هم قد يكونوا اقل حظ مش اقل امكانيات، ولكن ما حالفهمش التوفيق ان هم يكونوا في المكانه دي. ولاد صغيرين في سن 2008 او السنين الصغيرين لازم نستفاد بيها اكتر من ممكن يعني. طبعا على الفطره الولد بيطلع من بدري بيمارس كوره سواء في الشارع او في المدرسه او في النادي، فيعني زي ما بتقولي كده مصر مليانه مواهب كتير. مشروع كابتانو مشروع كبير طبعا، فيه مواهب كتيره يقدروا يعملوا حاجه كويسه، يقدروا يفيدوا الكره المصريه او مصر بخاصه. وانا واثق ان في الارياف وفي الاقاليم نجوم لا تقل امكانيات، لو سلطت عليهم الضوء اكيد باذن الله هنخرج اكتر من محمد صلاح. في هنا مواهب حرام تبدا وتنتهي في نفس المكان. اشتركت على موقع كابيتانو وبحلم ان اكون لاعب مشهور، بحلم اكون حارس مرمى زي تيبو كورتوا، بحلم ان اكون لاعب زي هاف شمال زي احمد عبد القادر لان هو لاعب مهاري مثلا اي حد بيقف قدامه بيعدي منه. احنا شايفين برنامج كابيتانو للشركه المتحده عاملاه هيعيد فكره مدرسه الموهوبين اللي طلعت جيل الكابتن حسن شحاته وجيل الكابتن شوقي غريب. زي ما شفنا في تقرير الزميلة شريهان حسن، هذه الآراء من مراكز شباب عن أهمية هذا البرنامج، يمكن يكون البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب في كرة القدم. وزي ما سمعنا كابتن في أحد مراكز الشباب وبيقول حرام إن في مواهب بتبتدي وتنتهي وهي لسه في مكانها. اكتشاف المواهب موضوع مهم جدا في كرة القدم، احنا شفنا خلال السنين اللي فاتت مع نجومية وازدهار الكابتن محمد صلاح كابتن نادي ليفربول وطبعا منتخب مصر، قد ايه الاطفال كانوا متاثرين بيه، قد ايه بنشوف مدارس كوره انتشرت كتير في مصر لتعليم كره القدم او لممارسه هذه اللعبه. طبعا هذا الامر مهم جدا، هنعرف كل تفاصيله مع الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه. اهلا بيك دكتور محمد. اهلا بيك يا استاذه انجي، برحب بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. طيب احنا عارفين الاختبارات بدات، يعني بدات في اسيوط اسكندريه وغيره. لا لسه ما بداتش في اسكندريه. لسه ما بداتش في اسكندريه بس هي المفروض في المرحله اللي جايه. طيب احنا مع بدء الاختبارات دي عايزين نرجع تاني نشرح في البدايه المشروع، هذا البرنامج، الاختبارات في مراكز الشباب، التصفيات هتوصل لحد فين لحد ما نوصل لكابيتانو مصر. طيب وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور اشرف صبحي عملت حاجه كده في البدايه خالص، طورت من المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي. المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي ده فيه 12 لعبه من ضمنهم كره القدم. وزاره الشباب والرياضه بتتعاون مع جميع المؤسسات والوزارات من اجل الشباب. في برنامج كابيتانو مصر كان فيه تعاون كبير جدا مع المتحده للخدمات الاعلاميه اللي احنا بنوجه لها الشكر على هذا البرنامج الكبير اللي من خلاله هيكون فيه كابيتانو مصر. وهيتم توسيع اختيار الناشئين في لعبة كرة القدم من سن 2008 أو من عمر 2008. مهم جدا إن احنا يكون عندنا مواهب كتيرة جدا في كرة القدم، وزي ما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا عايز 1000 محترف في كرة القدم، عايزين 1000 محمد صلاح، وده بالفعل تم تجسيده على أرض الواقع. في برنامج كابيتانو مصر بدأنا في محافظة الإسماعيلية والدقهلية والنهاردة في أسيوط، وسعنا قاعدة الاختيار. في لجنة فنية مشرفة على هذا المشروع برئاسة الدكتور كمال درويش وعضوية الدكتور محمود سعد المدير الفني السابق لاتحاد الكورة، وأيضا الدكتور جمال أسماء محمد كبيرة عادل. طبعا أسماء طب كبيرة. خلينا نتكلم عن دور اللجنة دي أولا. طيب دور اللجنة ديت الموضوع تم يعني اشتغلنا عليه بشكل علمي للغاية، في قياسات جسمية، قياسات أنثروبومترية عشان يتم اختيار الناشئ وفقا للمواصفات والمعايير العلميه الصحيحه، في كشف طبي بيوقع عليه قبل ما يتم
النزول لأرض الملعب في تعاون كبير مع وزارة الداخلية اللي احنا بنوجه لها شكر، وأيضا وزارة الصحة عشان بيتم توقيع كشف طبي عليه. فمهم جدا يكون عندنا موهبة متكاملة الأرقام، صالح أنه يلعب كرة قدم، صالح بدنيا وكمان صالح نفسيا. ده تجسيد لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة المنبثقة من استراتيجية بناء الإنسان البطل الأولمبي والقائمة على أربع محاور: محور بدني ومعرفي ومحور سياسي واجتماعي. فإحنا بنراعي كل العوامل ديت في الناشئ، وده اللي بيطبق أيضا على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. طبعا ده نفس المعايير قصدي بيها اللي بتستخدم في موضوع مشروع البطل الأولمبي، لكن حضرتك بتقول اللجنة دي دورها هذا الكشف من كل النواحي على هذا الطفل أو الناشئ وليس فقط الموهبة. هو احنا طيب. برضه عايزين نوضح للسادة المشاهدين، هو احنا ليه اخترنا سن أو مواليد 2008؟ الموهبة بتبدأ تتشكل في هذا العمر وبتوضح، فبالتالي بيبقى فيه وفقا للجنة اللي موجودة، اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال درويش، وكمان موجود فيها قيادات وزارة الشباب والرياضة ومساعد وزير الشباب والرياضة دكتور عبد الأول ودكتور أحمد جمعة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، عشان يتم الاختيار وفقا للمعايير العلمية الصحيحة وأيضا المعايير الفنية من خلال وجود أيضا نجوم في كرة القدم، نجوم قدامى لعبوا كرة القدم وأيضا موجودين على رأس المنظومة في اختيار هؤلاء الناشئين. فده كان مهم جدا وكنا حابين نوضحه للسادة المشاهدين. إذا احنا طبعا عارفين الشروط اللي أعلنت، وهي نكون ما يكونش أقل من مواليد 2008، ما يكونش مشترك في أي نادي طبعا، مهم جدا، أو أي هيئة رياضية. طيب دكتور محمد، في آلاف دلوقتي بيتقدموا، ده احنا شايفين حتى لما دخلت على موقع وزارة الشباب والرياضة لقيت مكتوب خلاص عذرا تم غلق باب التسجيل في مرحلة. طيب انا مش عايز اقول لك اللي تقدم كام، يعني عدد ضخم جدا تقدم. في حاجة، في ميزة في كابيتانو مصر، ميزة مهمة جدا. اولا الاختيارات كلها مجانا، وده مهم جدا، بتتم وفقا للمعايير والضوابط العلمية، وكمان بالراعي القياسات والمواصفات الجسمية. لو شفنا اي نادي، كل الانديه انديه محترمه، ولكن الاختبارات اللي بتتم هنا في كابيتانو مصر علميه ووفقا للمعايير العالميه كمان اللي بيتم اختيار الناشئ فيها على مستوى الانديه الكبرى، وده مهم جدا. وكنا حابين نوضح كام تقدموا. حضرتك بتقولي مش عايزه اقول لك ليه، كام تقدموا لحد الان؟ يتخطى ال 20,000 حتى الان، يعني في فتره 20,000. مش عايزه اقول والله، بس ده حقيقه يعني 20,000 من مواليد 2008 فيما فوق تقدموا في هذه البرنامج او في هذا. خلينا نقول ان دي المرحله الاولى. المرحله الاولى اللي موجوده حاليا، احنا بدانا في الدقهليه، بدانا في كمان بدانا في الاسماعيليه، وبدانا في الدقهليه واسيوط النهارده. انا عايز اقول برضو نوضح الاعداد اللي اتقدمت. يمكن في الاسماعيليه كان 750 لاعب تم اختيار 51، في الدقهليه 1350 تم اختيار 110، وفي اسيوط النهارده تقدم 897 وتم اختيار 95. 95 المرحلة الجاية بقى هيكون، يعني احنا كده بنتكلم تقريبا عن اختيار تخطى او وصل تقريبا ل 300. احنا في النهاية هنوصل للثلاث محافظات في النهاية هنوصل دي تصفية مبدئية، هنوصل في النهاية ل 120 لاعب او 140 لاعب هيتم تقسيمهم على مستوى المحافظات كلها، على مستوى السبع محافظات. دي المرحلة الثانية بقى، هيتم تقسيمهم على 8 فرق، والاختبارات هتكون في شهر اكتوبر في ذا كلاب بلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. 8 فرق، وهيكون على رأس كل فريق نجم كرة كبير، وهيتم التصفية في النهاية هيقام بشكل دوري، هيبقى دوري بين الثمان فرق. هنصعد أول وتاني من كل مجموعة، كل مجموعة فيها أربع فرق، أول وتاني من كل مجموعة هيصعد، هيبقى عندنا دور قبل النهائي في أربع فرق إلى أن نصل للدور النهائي فرقتين، وإلى أن نصل لكابيتانو مصر هنختار أحسن لاعب، احسن يعني احسن مركز في كل في داخل الملعب، يعني احسن حارس مرمى، احسن وينج يمين، احسن وينج شمال، احسن خط وسط، احسن مهاجم، احسن مدافع كده يعني. طيب ما حضرتك اللي قلته ده، احسن مدافع، احسن مهاجم، احسن حارس مرمى، يعني احنا بنقول كابيتانو مصر هتنتهي لواحد بس ولا بتنتهي لكل المواهب في المواقع اللي حضرتك قلتها؟ واكيد هيبقى فيه نجم، بس احنا هنختار في كل مركز نجم، في كل مركز نجم. احنا مش عايزين نحرق البرنامج. كابيتانو مصر هيوزع على اون تايم سبورتس واون، برنامج كبير، برنامج بيكشف عن المواهب الرياضيه في كره القدم. وزي ما قال الدكتور اشرف صبحي، هذا البرنامج يعني احنا مش يعني كان كشافين زمان، كانوا كشاف كان بيروح مركز الشباب، كان بيروح النادي
يشوف اللعيبه اللي بتلعب ويبدا يقدمها، انما ده فكره يعني حديثه، فكره بتقام وفقا للمعايير طبعا. احنا معانا برومو ليه لو نذيعه كمان على الشاشه، البرومو اللي فيه طبعا كابتن مؤمن زكريا اللي انطلقت منه هذا البرنامج لاكتشاف المواهب. بس خلينا نرجع تاني معلش دكتور، عايزين نتابع بالظبط المراحل. طيب. حضرتك بتقول المرحله الاولى خلاص اللي هي في السبع محافظات هتنتهي، هيتعمل دوري آخر من 8 اخر فرق. حاجه اخر هيبقى عندنا لسه اسكندريه الفتره الجايه من 11 ل 12 سبتمبر، وهيكون عندنا الغربيه في نادي اتحاد بسيون يوم 14 سبتمبر، والقاهره في مركز شباب الجزيره او مركز التنميه الشبابيه يوم 18 و 19، واخيرا هيكون عندنا الشرقيه يوم 21 سبتمبر في مركز شباب ابو حماد. وبعدها زي ما حضرتك قلت في اكتوبر بعد كده هيكون... في اكتوبر المرحله الثانيه بقى من كابيتانو مصر في ذا كلاب بلس او نادي النادي في العاصمه الاداريه الجديده. هايل. طيب معلش اخر سؤال في النقطه دي، يعني هيتلعب الدوري ده اللي من 8 فرق وبعدين نبدا بعدها المرحله الثانيه في محافظات اخرى صح؟ بس انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا بقى. مراكز الشباب. مراكز الشباب هنا لعبت دور مهم جدا في اختيار المواهب. الاختبارات بتتم في مراكز الشباب بعد ما تم تحويلها لمراكز خدمه مجتمعيه. مراكز الشباب بعد ما تم تطويرها بالشكل اللي احنا شايفينه واللي بتقام عليه هذه الاختبارات، برضو في انديه بيقام عليها الاختبارات، ولكن انا هنا مراكز الشباب لها دور كبير جدا في اخراج النشء والمواهب مش بس في كره القدم، لا في كل الالعاب. وده طيب مهم. يعني بس لو الزملاء يحطوا لنا البرومو بتاع البرنامج وايضا الصور الاخيره اللي نشرتها وزاره الشباب والرياضه من عدد مراكز الشباب والرياضه فيها الناشئين. لا احنا واحنا بنتكلم يعني الصور دي تتعرض واحنا بنتكلم. طيب دكتور محمد احنا نوصل في الاخر بعد فتره قد ايه نهايه هذه الاختبارات وهنوصل للرقم النهائي هيكون كام؟ احنا زي ما قلنا هيكون عندنا 11 11 لاعب في كابيتانو. كابيتانو مصر اسم البرنامج. طيب ال 11 دول هيحصل معاهم ايه؟ اكيد هيتم تقديمهم بشكل كبير جدا للانديه وفقا بقى لل يعني انا برضو مش عايز احرق فكره البرنامج، يعني خلي في البرنامج نشجع البرنامج فيه مفاجات يعني اكتر من كده تشجيع. الدوله دلوقتي فاتحه ذراعيها لكل الشباب لكل الناشئين، المشروع قوم الموهبه والبطل الاولمبي بيروح كل حته في مصر بنختار المواهب، بنروح مراكز الشباب، بيبقى في تعاون كمان مع وزاره التربيه والتعليم علشان نختار المواهب كمان في عدد من الالعاب. طب احنا سمعنا ان هيكون في انا عايز اشكر يعني اشكر وزير التربيه والتعليم ان يمكن كان ليه تويته مهمه جدا قال ان هيكون في يوم رياضي في مراكز الشباب، وده برضو تعظيم لدور مراكز الشباب المهم جدا، وانا متحيز جدا لمراكز الشباب بعد ما تم تطويرها وتم تغيير الصوره الذهنيه لمراكز الشباب، وده شيء مهم برضو. طيب لما بنقول 11 نجم هيطلعوا من هذه الاختبارات ومعاهم كابيتانو مصر، حضرتك بتقول مش عايز تحرق بس احنا سمعنا ان هيكون في اكاديميات يتدربوا فيها وربما تكون خارج مصر في اوروبا وغيرها، مظبوط؟ تمام تمام. طيب عايزين نقول حاجه مهمه اتفضل لكل اللي بيتفرج علينا دلوقتي، والصوره الذهنيه عن الرياضه اتغيرت. الرياضه فخامه الرئيس اعتبر ان الرياضه امن قوم، فكانت الانطلاقه اللي احنا شايفينها على جميع المستويات بدءا من تطوير البنيه التحتيه الانشائيه الى ان وصلنا للنشا، وده مهم جدا وده العامل الاساسي وده العامل الرئيسي ان يكون عندي نشء في كل الالعاب، بقدر اوسع قاعده الممارسه الرياضيه وكمان المنافسه الرياضيه. ممارسه يعني المجتمع كله بيمارس رياضه، المنافسه اللي هي قطاع البطوله، ويكون عندي نجم قادر انه ينافس في المحافل العالميه ويكون قادر على الاحتكاك وتحقيق البطولات والارقام العالميه. هل ممكن مساعده اللي هيخرجوا من الاختبارات دي زي ما بنشوف في افريقيا الدوله بتساعد ناشئين بيروحوا يحترفوا في طبعًا اوروبا؟ طبعا طبعا الدوله بتساعد ابنائها. ده برنامج انا متاكد ان هو هيكون ليه دور كبير جدا الفتره الجايه. انا بعتبره من اهم البرامج في اكتشاف الموهوبين الحقيقه، لانه قائم على معايير علميه وقائم على تعاون حقيقي وبناء من اجل اكتشاف الموهوبين. طيب مين الاسماء المهمه اللي موجوده في تدريب؟ طب احنا ممكن نقول الاسماء اللي حضرت في الاختبارات سواء في الاسماعيليه، طبعا كان كابتن ايمن الجمل كان موجود، كابتن سعفان صغير كان موجود، في الدهليه كان كابتن سطوحي موجود وكابتن محمود ابو الدهب، والنهارده في اسيوط كان كابتن عبد الستار صبري كان موجود. لا في اسماء كبيره موجوده من نجوم مصر القدامى عبر التاريخ، طبعا كل ده مهم جدا ان الناشئ يلاقي فيه نجم معاه، ده بيديله ثقه بيخليه يطلع كل الطاقه اللي عنده عشان يكون موجود في كابيتانو مصر. اتمنى ان كلهم يبقوا كابيتانو مصر بس للاسف احنا عايزين واحد. طيب احنا قلنا في 11
لكن ممكن يكون هم الافضل، ولكن في بعديهم يعني احنا بنوسع القاعده، بنوسع قاعده الاختيار اهو. طيب لو في مواهب اخرى بس مش من ضمن ال 11، احنا في السبع محافظات احنا راعينا التوزيع الجغرافي. أيوه. يعني هو مش مقصور على المحافظات بس، لا يعني مثلا لما اقول اسكندريه اكيد مطروح والبحيره هيروحوا اسكندريه، لما بقول الغربيه اكيد المنوفيه والنطاق الجغرافي لمحافظه الغربيه اكيد هتكون المحافظات اللي حولها هيروحوا، برضو الشرقيه، برضو اسيوط هنلاقي قطاع الصعيد، يعني في اسيوط يعني هي تعتبر وسط الصعيد فهي قريبه للمحافظات، محافظات الصعيد كلها، فبالتالي بنتيح الفرصه لكل ابناء جمهوريه مصر العربيه من الناشئ مواليد 2008 ان هم يشتركوا في البرنامج. حضرتك اشرت في البدايه للكشافه، وطبعا احنا كنا بنقول في المقدمه ان كمان في مدارس كتير للكوره بقت موجوده في مصر. نقول ايه الفرق ما بين كابيتانو مصر والاجراءات الاخرى سواء في الانديه سواء في مهم جدا في حتى مثلا مدارس الكره اللي موجوده دلوقتي، المعايير العلميه اللي موجوده. انا قبل ما الناشئ عندي بيتقدم بيتعمل له اختبار طول ووزن وقوام ورشاقه ومرونه، مفيش بقى حكايه خد ابني ومعلش واي واسطه والكلام اللي بنسمعه في بعض الاماكن. ده البرنامج ده برنامج كابيتانو مصر تماما بعيد عن المحسوبيه، تماما بيحارب هو بيواجه المحسوبية. ده هو بيواجه ده حقيقه ومجانا. وفي نجوم كبار وفي لجنه علميه برئاسه الدكتور كمال درويش، قيمه وقامه علميه كبيره، ومعاه طبعا دكتور محمود سعد ومعاه الدكتور جمال محمد علي وقيادات وزاره الشباب والرياضه، مساعدي وزير الشباب والرياضه لقطاع البطوله. زي ما قلنا كمان بيبقى فيه كشف طبي بتشرف عليه وزاره الصحه، كمان بيبقى فيه تامين كامل من خلال وزاره الداخليه اللي بنوجه لها الشكر. إذن احنا امام عناصر متكامله لاخراج بطل حقيقي موهوب في كره القدم. طبعا احنا متشوقين لهذا البرنامج اللي كمان هيعرض زي ما حضرتك قلت على الزميله اون تايم سبورت وتقريبا اون تي في كمان، فاحنا طبعا بانتظار هذا البرنامج. انا كمان عايز استفيد من وجود حضرتك النهارده. احنا بنتكلم على مبادرات كتيره الفتره الجايه هتتعلق بالشباب والمناخ. احنا شفنا لاول مره في مؤتمرات مناخ يتم تكليف زي المبعوث، مبعوث رئيس مؤتمر المناخ للشباب. احنا مستنيين كمان المؤتمر للشباب بتاع المناخ اللي هيسبق القمه كوب 27، هو اسمه كوي 17 اللي عملته وزاره الشباب والرياضه. مزبوط. وده مهم جدا 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 للتوعيه بالمناخ. وكمان النهارده كان عندنا حاجه مهمه جدا في المركز الاولمبي بالمعادي بحضور الدكتور اشرف الصبحي والفنان احمد حلمي، كان عن يعني الشباب والمناخ. ده قمة وطنية أو يعني مؤتمر خاص جدا بالتوعية برضو بالمناخ، اتكلمنا فيها عن الحملة الوطنية المصرية الشباب والمناخ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. استعدادات كبيرة بتجهزها وزارة الشباب والرياضة من أجل التوعية بالمناخ. وكمان خلينا نتكلم بشكل أكبر كمان أن مصر هتستضيف كوب 27 في شرم الشيخ شهر 11، زي ما يعني مهم جدا ان احنا يكون عندنا رؤيه متكامله عن ما يدور حولنا حول العالم فيما يخص قضيه المناخ. وده مهم جدا، وده اللي بتشتغل عليه وزاره الشباب والرياضه مع الشباب من اجل التوعيه ورفع الوعي لديهم. طبعا احنا سمعنا عن مبادرات زي مثلا العقول الخضراء جرين مايندز ومش عارفه كن سفيرا وغيرها من المبادرات اللي هتكون ليها علاقه بالشباب، إذا لو حضرتك تقدر تدينا فكرة عنها. لا ده احنا عندنا مبادرات كتيرة جدا خاصة بالشباب، وزارة الشباب والرياضة بتشتغل على الملف ده بشكل كبير جدا من أجل تمكين الشباب، تأهيل الشباب، رفع الوعي لدى الشباب من خلال هذه المبادرات. وزارة الشباب والرياضة بتتعاون مع كل المؤسسات والمنظمات الخاصة وأيضا الحكومية من أجل تمكين وتأهيل وتدريب الشباب فيما يخص هذه طبعا المبادرات. وزارة الشباب والرياضة كانت من أول الوزارات اللي شاركت على طول في خطة الحكومة لترشيد الكهرباء، عايزين نعرف وصلنا لفين. يمكن وزارة الشباب والرياضة أول من طبقت هذا الموضوع فيما يخص قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، وكان تم على ثلاث محاور رئيسية، كان محور تنفيذي ومحور محور إداري ومحور تنفيذي ومحور وقائي من أجل تقليل الطاقة المستهلكة سواء في المنشآت الداخلية زي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة وأيضا دواوين مديريات الشباب والرياضة وحتى مواعيد المباريات مع رابطة الأندية طبعا، وكمان في الأندية ومراكز الشباب من خلال الثلاث محاور اللي قلنا عليهم وفقا لخطة برضو علمية ممنهجة. دكتور أشرف صبحي دائما وأبدا بيبقى لديه رؤية واستراتيجية واضحة في تطبيق كل ما يخص
فيما يخص ترشيد استهلاك الطاقه، وكمان وفر بديل مهم جدا وهو استخدام الطاقه الشمسيه، وده كانت رؤيه مهمه جدا ان احنا نعتمد على الطاقه الشمسيه في مراكز الشباب في الانديه، خصوصا المناطق الحاره اللي بيبقى فيها شمس كتير بنقدر نستفيد من هذه الطاقه الشمسيه. احنا بنشكرك جدا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه، وهنتابع معاك كل التفاصيل المتعلقه سواء الشباب والمناخ وايضا موضوع كابيتانو مصر، البرنامج الضخم لاكتشاف المواهب. شكرا لك وشكرا لكل الساده المشاهدين. ومش دي اول مبادره عاملينها خاصه باكتشاف الموهوبين، لا احنا عندنا برامج كتيره لاكتشاف الموهوبين، على راسهم المشروع القومي للموهبه هو البطل الاولمبي طبعا، واللي اصبح له دور كبير جدا في اكتشاف الموهوبين واعدادهم لباريس اولمبياد باريس وايضا لوس انجلوس في 28. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل، وزي ما قلنا بعد الفاصل معانا موضوع مهم جدا مع رئيس هيئه تنشيط السياحه، وازاي مصر هتشتغل في الفتره المقبله فيما يتعلق بالترويج لما تستحقه هذه الدوله بكل ما تتمتع به من مقومات ومقاصد سياحيه متنوعه سواء شواطئ او حتى اثار. هيكون ضيفنا رئيس هيئه تنشيط السياحه عمرو القاضي، ولكن الاهم كمان مع ضيفنا وهو موجود معانا هيكون معانا مشاهدينا تقرير 6 دقائق صور هي هتعمل حالة من السلام النفسي. يعني أنا بطلب من حضراتكم أن أنتم تشوفوا هذا التقرير، لأنه من قرية غرب سهيل في أسوان الجميلة بعدات أهلها طبعا يعني من أجمل المصريين طبعا اللي موجودين في مصر، دايما عندهم طاقة حلوة وسلام نفسي وبيتعاملوا مع كل السياح بأفضل ما عندهم. هنشوف المناظر الجميلة الموجودة في أسوان وقرية غرب سهيل بعد الفاصل.